عبد الله باكيلي عبر قناه خالد بزن الالكترونيه. قبل الترحيب قبل كل حاجه مبارك لك بطوله الغرفه التجاريه كابتن عبد الله. الله يبارك فيك. كابتن عبد الله، الليله دينامو تشاد وصل في نهائي بطوله الصف الاولى للاكاديميات، ماذا تشاهد في هذا اللقاء؟ ماذا تشاهد في هذا الكرنفال عفوا؟ والله اول شيء احب اشكر قناه بازيدان لتغطيتها لجميع المناسبات، واحنا جايين نعازر دينامو تشاد باذن الله الكاس لهم باذن الله. الحين النتيجه 1-1، توقعات امنيه تتمناها دينامو تشاد؟ توقع والله اتوقع الفوز، لانه هم يعني روحهم قويه للفوز ان شاء الله. اذا نشكر الكابتن عبد الله باكيلي ونتمنى له الف سلامه معافى ان شاء الله للكابتن عبد الله باكيلي.